السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. كيف حاله؟ الحمد لله بخير. ربنا يديمها عليك يا رب. بعد إذن حضرتك. وعلى السامعين والسامعات يا رب. اللهم أمين. كان بنك ناصر الاجتماعي مقدم قروض للشباب اللي لسه متجوز بدون فائدة، ولكن برسوم إدارية تقدر ب 720 جنيه تقريبا. وأنا كنت سمعت فتوى لحضرتك قلت إن الرسوم الإدارية ما دامت مش وهمية تبقى جائزة. فهنا الرسوم الإدارية دي تعد وهمية ولا هي فعلا بتقدر بكده؟ لا، إذا كان إذا تحققنا القرض برضو قيمته، عشان حضرتك تبقى عارف، 10,000 جنيه على 3 سنوات. الرسوم الإدارية كام؟ الرسوم الإدارية 700 جنيه، 720 جنيه تقريبا. سنويا؟ لا، في 3 سنين. إذا تأكدنا أن 700 جنيه رسوم إدارية فلا بأس بالرسوم الإدارية. كيف نتأكد بالله عليك يا شيخنا؟ عشان أنا مقبل على الموضوع ده. اسأل واحد من الصالحين المختصين. الصالحين المختصين. شكرا.